لو أضرب بس مثالا عمليا تطبيقيا على ما قال من أنها أخطر بدعة تهدد الإسلام، ترك الشباب الجهال أو الشيوخ الجهال أو غير ذلك إلى الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة. أنا وقعت لي حادثة في حوار مع واحد ممن يدرس الهندسة وكان ينزع إلى التكفير، فتحاورنا حول الخمر ودور الخمر وغير ذلك، وكلنا يعرف أن الخمر حرام على المسلمين وغير ذلك، لكن اشتد في الأمر والنكير في هذا الأمر بما لا ينبغي عند أهل العلم في قضية معينة. فقلت له إذن تعال على جهاز اللابتوب، خرجت له حديثين من البخاري ونزعت منهما التشكيل، وقلت لي له لو سمحت يا مجتهد اقرأ هذين الحديثين وأجبني عن معناهما. أما الحديث الأول ففيه عن عائشة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يا عائشة ناوليني، هو الطالب هذا قرأها ماذا؟ ناوليني الخمرة. فتعجب. قلت خذ هذا الحديث الآخر، كانت ميمونة تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. أنا نزعت التشكيل فقلت أجبني ما معنى هذا؟ قال هذا معقول في البخاري؟ قلت والله في البخاري، هيا شوف يا ابني. قال مستحيل. قلت له أنت كيف يعني هيك بدك تكفر الناس عشان فتحوا محل الخمر تصل بهم إلى التكفير، وهي اللي أنت بتقول في خمرة صحيح البخاري وفي المسجد وبصلي عليها النبي. قال يا شيخ مشان الله. قال قلت له أجب، فقال انظروا. قال لعلها قبل التحريم. أعوذ بالله، ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظام الأمور. قلت له يا ابني الله يرضى عليك اصبر أفهمك الحديث. رجعت الجهاز إلي فشكلت بدل الخمر الفتحة وضعت عليها الضمة. قلت له اقرأ الأحاديث، فقرأها على الصواب يا عائشة ناولين الخمرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة يعني على الثوب. شكلة واحدة فرقت عند هذا الشاب الذي يدرس الهندسة ويعتقد في نفسه أنه يصلح للإفتاء في الكفر والإيمان، يعني أوجب لنفسه حتى يعني أنه جانب التعظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الحديث فضلا عن تكفير كثير من المسلمين وإباحة الدماء. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ببركة المذاهب الأربعة وسيدنا الإمام الشافعي إمام هذه البلاد، وأن يحفظ المسلمين أجمع ويرفع عنا الهم والغم.